ومعنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب السياسي والعراقي سيد أمير المفرجي، مرحبا بك أستاذ أمير معنا. نبدأ من صحيفة فوكس نيوز التي ذكرت في تقريرها أن إيران تبني معبرا على الحدود بين العراق وسوريا لتهريب السلاح والنفط. كيف ترى تورط الحكومة في بغداد في هذه الأزمة بين إيران وأمريكا؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. حياك الله. من الطبيعي أن الأمور قد بدأت بالوضوح أكثر فأكثر، لأن ما يحدث في العراق، ما يحدث من يعني تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني القادم، والذي هو صراع يعني قد بدأ واضح المعالم لكل من له بصيرة سياسية وطنية في العراق. النظام العراقي التابع لإيران سوف يكون في يعني في عمق هذه المشكلة القادمة، لأن الحكومة العراقية التي يحكمها رئيس الوزراء الحالي ليس لها السلطة الفعلية على ما يدعى بميليشيات الحشد الشعبي، لأن هذه القوات المسلحة هي قوات يعني ليس لها يعني سيطرة كاملة من قبل الحكومة العراقية، إنها قوات وميليشيات مذهبية تتبع المراجع الدينية في إيران وبعض المراجع العراقية التابعة لإيران. إذن من هذا المنطق المشكلة في العراق هي مشكلة عويصة سيقع فيها النظام العراقي، والنظام العراقي وكما سبقت وقلت يعني قد ليس له مساحة للمناورة في هذا الصراع، لأنه قد يعني انغبز مع إيران منذ بداية وجوده في 2003، وأن الصراع الإيراني سيكشف الوجوه وسيجعلها أمام يعني الأحداث القادمة. طيب، أيضا أستاذ أمير، معهد واشنطن رجح تعرض المنشآت الأمريكية في العراق إلى ضربات على يد الميليشيات، طبعا ما مآلات وتداعيات ذلك؟ من الطبيعي يعني ان ما يحدث الان عندما جاءت الولايات المتحدة بهذه القوات الإضافية، وسمعنا الان اليوم بان اكثر من 15,000 جندي امريكي سيصلون الى المنطقة، يعني هذا لم يأتي اعتباطا، لان هناك خطر داخلي قد يعني حس به الأمريكان من داخل العراق. العراق هو الحلقة الضعيفة في الصراع الأمريكي الإيراني، وهذا ما قد يؤثر على يعني البنى التحتية العراقية وعلى العراقيين أنفسهم، لأنهم على ما يبدو أن إيران قد صممت في حال، لأن يجب أن نفهم بأن الوجود الأمريكي الحالي هو وجود لردع إيران في حال بدأت إيران بضرب المصالح الأمريكية في العراق وفي المنطقة، لأن يعني أمريكا لا تريد أن تضربها في الوقت الحاضر، وإنما جاءت أمريكا لوضع نظام للعقوبات قام يعني يستطيع أن ينهي النظام الإيراني في قم وطهران، ولكن إيران في النهاية ستستعمل أدرعها ويعني ميليشياتها للتخلص من هذا يعني من هذه العقوبات التي ستنهي لا محالة النظام الإيراني. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار، وأعطيك مثل قليل، أن إيران لا تستطيع أن تصدر النفط الإيراني والذي تقدر قيمته بمليارين دولار شهريا، إذن عندما تنتهي هذه الواردات سيسقط النظام الإيراني، فلهذا إيران قد تستعمل الميليشيات العراقية لغرض يعني التحرش بالقوات الأمريكية. أستاذ أمير، لكن الحكومة تعهدت بأن تكون على الحياد وأن تسيطر على هذه الميليشيات، إذا كان من المفترض أن تمنع الحكومة في بغداد أي أعمال يمكن أن تورط العراق في أزمات على يد هذه الميليشيات التي تهدد، فلماذا إذن سمحت الحكومة أو غضت الطرف بوصول صواريخ متطورة بحسب تقارير إلى هذه الميليشيات؟ لا شك أن الحكومة العراقية وبعض الشخصيات السياسية المهمة التي يعني تترأس الميليشيات العراقية والتي لها يعني
لها وجود في داخل البرلمان العراقي وداخل النظام السياسي العراقي، سواء كان في الجيش العراقي من خلال بعض يعني الشخصيات الموجودة، ومن خلال الشخصيات الميليشياوية التي يعرفها الجميع. إذا الحكومة العراقية لا تستطيع أن تعمل شيء، أولا لأن هذه القوات الميليشياوية لا يعني ليس لها الولاء الكامل لرئيس الوزراء. رئيس الوزراء العراقي يعني أصبح على المحك، هو يقول لأمريكا بأننا سوف نقوم ب يعني الحفاظ على القوات الأجنبية، ولكن في نفس الوقت لا يستطيع أن يعمل شيء لأنه يعني ليس له القدرة على منع هذه الميليشيات من التعرض للقوات الأمريكية، وبهذا ستكون العراق ساحة يعني خارج نطاق ما يسمى بالدولة العراقية، التي ليس لها سوى الاسم وليس لها أي دور داخل العراق. وفي هذا المجال يعني أنا سمعت كثير من على أساس أنه الحكومة العراقية قد أرسلت بعض الوسطاء، وهذا يعني يضحك في نفس الوقت لأن الحكومة العراقية ليس لها أي قوة وليس لها أي تأثير في الصراع الأمريكي الإيراني، إنها حكومة تنتظر رحمة الله وحتى في الجانبان القوسين. الأمريكي والإيراني يعني قال لا حاجة لنا بهذه الوساطة. أيضا أستاذ أمير، ليس صحيفة نعم صحيفة نيويورك تايمز أو نيويورك بوست تعليقا على هذه الأزمة ذكرت أن ردع أنشطة طهران يستلزم خطة استراتيجية لا عقوبات اقتصادية. إذا هل تعتقد أن أمريكا بصدد توجيه ضربة مباشرة لإيران، لا سيما بعد الأنباء الأخيرة بأن ترامب وافق على إرسال جنود إضافيين إلى منطقة الخليج؟ أنا في نظري يعني وفي اعتقادي الشخصي أن الولايات المتحدة ليست مهيئة يعني مهيئة الآن في الوقت الحاضر في أن تضرب إيران، ولكن هي يعني جاءت إلى المنطقة لأنها قد شعرت بأن إيران سوف تحاول من الخروج أو التملص من العقوبات بالأعمال التي تفضلتم بالقول عنها من خلال الحدود السورية العراقية، ومن خلال بعض العمليات التي ستستفز القوات الأمريكية في الخليج العربي وفي العراق خصوصا. ولكن أنا في نظري العقوبات الاقتصادية ستكون عقوبات يعني جدا خطيرة على النظام الإيراني، ولا تنسوا بأن الشعب الإيراني يعني يفور في الداخل الإيراني، وستكون له كلمته الأخيرة، وأن النظام الإيراني الذي استولى على مقدرات العراقيين وعلى الدولة العراقية لا يستطيع أن يبقى في إيران. فلهذا أنا في اعتقادي أن العقوبات الأمريكية ستكون يعني هي اليد الطولة في إسقاط هذا النظام، ولكن إيران سوف تستعمل قدراتها وأذرعها في العراق يعني للخلاص من هذا الخطر الكبير الذي يهدد بقائها في إيران وفي المنطقة. عبر سكايب من باريس، سياسي العراقي سيد أمير المفرجي، شكرا جزيلا لك.